لايزو فوسفوليبيد. ركز عشان دول مهمين جدا. لايزو فوسفوليبيد وحاجه اسمها بلازما لوجنز وحاجه اسمها اسفنجو مايلينز. بص بقى معايا كده وركز. اول حاجه لايزو فوسفوليبيد، يبقى احنا خدنا المره اللي فاتت سبعه، خلاص كده؟ قلنا اول اثنين فوسفاتيديك اسيد، وبعدين فوسفاتيديك اسيد وكمان واحد وما بينهم جليسرول، حاجه اسمها داي فوسفاتيدايل جليسرول اللي هو كاردوليبيد، خدنا الاثنين دول. وبعدين خمسه مع بعض كلهم بيبداوا بكلمه فوسفاتيدايل، خدنا فوسفاتيدايل ايثانولامين، فوسفاتيدايل كولين، فوسفاتيدايل جليسرول، فوسفاتيدايل سيرين، فوسفاتيدايل انوسيتول، يبقى كده سبعه، خلاص كده؟ فاضل كام؟ ها؟ فاضل ثلاثة. أول واحد ده اللي هو أول واحد هناخده النهاردة اسمه إيه؟ لايزو فوسفوليبيد. اكتب فوق كلمة لايزو دي يعني ناقص. يبقى فوسفوليبيد باللي إحنا خدناه. فوسفوليبيد باللي إحنا خدناه، إحنا مش بناخد واحد جديد. بس ناقص حاجة، بص معايا كده. الراجل اللي قدامنا ده إحنا خدناه خلاص، اسمه إيه؟ اسمه سيفالين أو فوسفاتيدايل إيثانولامين. صح ولا غلط؟ طيب بص معايا كده، هنقص منه حاجة، هنقص منه إيه؟ هاجي عند الفاتي أسيد رقم 2، رقم 2 ده مش ده الفاتي أسيد رقم 2؟ هشيله. هقول الفاتي أسيد رقم 2 ده أنا هشيله وهرجع للجليسرول ده الإتش بتاعه. يبقى أنا شلت اللي هنا، نقصت ده. أقوم أجي على السيفالين ده وأقول عليه إيه؟ أقول الفوسفوليبيد ده ناقص، السيفالين ده ناقص، ناقص الفاتي أسيد اللي عند 2، أقوم مزود الكلمة دي، أقول لايزو سيفالين. سهلة كده؟ يبقى إيه هما؟ اللايزو فوسفوليبيدز. اي واحد من الخمسه اللي انت اخدهم اخر حاجه، الخمسه الاخرى دول، نقص منه كده، ناقص الفاتي اسيد رقم 2 لازم. الفاتي اسيد رقم 2. طيب اديك مثال تاني، اديك مثال تاني. لو انا خليت دي ان سي اتش 3 سي اتش 3 سي اتش 3، دول اشهر مثالين. المفروض الراجل ده لو هنا كامل، لو هنا في فاتي اسيد، يبقى اسمه ايه؟ لسن، صح؟ طيب انا عاوز اقول دلوقتي هو نفسه اللسن اللي انا حافظه، بس انا نقصت منه، شلت منه الفاتي اسيد رقم 2، يبقى اسمه ايه؟ لايزو لسن. وده ينطبق على اي حاجه من الخمسه، يعني تيجي على الفوسفاتيدايل جليسرول، شلت الفاتي اسيد رقم 2 يبقى اسمه ايه؟ لايزو فوسفاتيدايل جليسرول. فوسفاتيدايل سيرين، شلت الفاتي اسيد يبقى اسمه لايزو فوسفاتيدايل سيرين. اللي عليك الاثنين دول، هما دول اللي ممكن يجوا لك، اللي هما ايه؟ اللايزو لسن واللايزو ايه؟ واللايزو سيفن. يبقى لما اجي اقول لك في اللايزو فوسفوليبيد انا بشيل الفاتي اسيد رقم كام؟ ها؟ تقول لي الفاتي اسيد رقم كام؟ رقم 2. طيب الكلام ده مهم في ايه بقى؟ بص كده، مهم في حاجه، سؤال مهم جدا في الامتحان. سنيك فينوم، سم التعبان. ايه علاقه سم التعبان بقى بالقصه ديت؟ يجي يسالك في الامتحان يقول لك ليه السنيك فينوم بيموت؟ يعني ليه الواحد لما اتقرص بسم تعبان وما اتعالجش وما خدش مضاد السم دوت يموت؟ ليه؟ عشان الحدوته بتاعت اللايزوليس واللايزو سيفن. ازاي بقى؟ بص معايا. سم التعبان ده لما بيتحقن في الدم، يعني لما التعبان يقرص والسم ده يدخل الدم، لقوا ان السم ده فيه انزيم مهم جدا اسمه فوسفو لايبيز اي 2. فوسفو لايبيز اي 2. انا لغايه دلوقتي خدت كام فوسفولايبيز؟ 2. خدت سي المره اللي فاتت وخدت اي 2 النهارده، وهنكملهم كلهم النهارده دلوقتي. المهم ان سم التعبان، وده سؤال مهم جدا في الام سي كيو، يقول لك السنيك فينوم في انزيم اسمه ايه؟ في انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2. اي 2 هنعرف كمان خمس دقائق ان شاء الله ان انا قلت لك فوسفولايبيز اي 1 يبقى بشيل الفاتي اسيد ال 1، ولو فوسفولايبيز اي 2 يبقى انا بشيل الفاتي اسيد الايه؟ ال 2. فلو انا الفوسفولايبيز اي 2 ده دخل الدم، حلو، هيحصل ايه؟ هيلاقي عندي جوه الدم حاجه اسمها ار بي سيز، كرات الدم الحمراء، دي اكتر حاجه موجوده في الدم، الار بي سيز. ماشي. الار بي سيز دي لها سيل ممبرين؟ لها سيل ممبرين؟ كويس. ايه الفيرست كومون فوسفوليبيد ان السيل ممبرين؟ اي واحد؟ ها؟ مين؟ حلو. يعني السيل ممبرين ده ثلاث ارباعه حاجه اسمها ايه؟ لسن. اجي على ده واقول ده لسن. ماشي. ومين السكند كومون ان السيل ممبرين؟ سيفن. يبقى بقيت السيل ممبرين سيفن. طبعا في حاجات تانية بس دول اهم حاجه. هاجي على الراجل ده واقول ده سيفن. ماشي. الكلام ده في كل الار بي سيز.
لما الفوسفولايبيز A2 يخبط في الار بي سيز دي، يعني يخبط في الليسن وفي السيفلين، يعمل فيهم ايه؟ A2 يعني بيشيل الفاتي اسيد اللي هو هضم 2، يعني هيحول السيفلين للايزوسيفلين، وهيحول الليسن لايه؟ للايزو. فيبدا الراجل ده ما يبقاش اسمه ليسن يبقى اسمه لايزو، يتلخبط. ويبدا ده ما يبقاش اسمه سيفلين يبقى اسمه ايه؟ لايزو. طب هل اللايزو ده واللايزو ده الناقص ده بيعمل نفس الفانكشن بتاعت الاساسي؟ لا. فتبص تلاقي الار بي سيز دي بقى السيمبرين بتاعها بايظ، بقى فيه لايزو فوسفوليبيدز ناقصه، والبرميابيلتي بتاعته يبقى مهوي كده بيدخل ميه، البرميابيلتي بتاعته تزيد ويبدا يدخل الميه جوه الايه؟ جوه الار بي سيز. تقوم الار بي سيز تتملي 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 ومفقعه، يحصل حاجه اسمها هيموليسيز. ويبقى لو الهيموليسيز ده كتر جدا هو ده سبب الدس اللي بيحصل نتيجه السنيك بيرن. يبقى لما اجي اقول لك انا ليه باخد اللايزو اللايزو واللايزو دول ليه؟ لان دول ممكن يحصلوا في الجسم عندي، ممكن يحصلوا نتيجه سنيك بيرن، لانه في انزيم اسمه فوسفولايبيز A2 اللي هو لو دخل على الليستن والسيفلين اللي هم اهم كومبوننت اكتر حاجه بتكون السيل ممبرين بتاع الار بي سيز هياكلوهم، ياكلوا الليستن والسيفلين ويحولوا اللايزو ليستن ولايزو سيفلين، فيحصل ان الايه؟ الار بي سيز الممبرين بتاعها يبقى ويك ويحصل له هيموليسيز ويتكسر والاعين ممكن يموت في الايه؟ ممكن يموت في الاعين. فاهم القصه دي؟ يبقى اللايزو فوسفوليبيدز دي من الحاجات المهمه وبتتسال كتير قوي في امتحانات في السنه، وبالذات الجزء بتاع السنيك بيرون ده. طيب نيجي للي بعده، وده تكتب عليه من الحاجات المهمه جدا برضه، حاجه اسمها ايه؟ بلازما لوجنز. خليك معايا. يبقى اما اجي اقول لك اللايزو فوسفوليبيدز اشتغلنا على الفاتي اسيد رقم كام؟ وشلنا صح كده؟ طيب البلازما لوجنز هنشتغل على الفاتي اسيد رقم 1. يبقى احنا اخر اثنين بناخدهم اللي هم اللايزو رقم 2. طيب والبلازما لوجن هنشتغل على فاتي اسيد رقم 1 بس مش هنشيله بقى. بص بقى معايا كده، هنرجع ده تاني زي ما كان اهو. الفاتي اسيد رقم 2 بقى مش هنعمل فيه حاجه، هنسيبه زي ما هو. ادي السي دبل بوند ار 2 ده سليم اهو. هنيجي بقى دلوقتي نشتغل على واحد بقى، بس مش زي اللي فات بقى سهل كده هنشيله ونحط اتش. لا امال ايه بقى؟ هنشيله، هنشيل ده بس هنحط مكانه حاجه ثانيه. خلي بالك بقى معايا وركز. يبقى انا اما اجي اقول لك ده اشتغلت على كام؟ تقول لي على 2 شلت وراحت دماغي. ده اشتغلت على كام؟ تقول لي اشتغلت على 1 بس هعمل فيه حاجه مهمه قوي. ايه بقى هي؟ لو انا قلت لك وهتكتب الكلام ده عشان مش مكتوب عندك ار سي اتش 2 سي او اتش، مين ده؟ مين شاطر يقول لي ده؟ اقول عليه ايه المركب ده؟ صح؟ فاتي اسيد. شطار. ده فاتي اسيد بس انا كل اللي عملته ان انا سي اتش 2 من اللي جوه الار طلعتها بره كتبتها على الصفوره، يعني انا كان ممكن ادخل دي جوه هنا اقول ار سي او او اتش وخلاص، بس انا عشان محتاجها دلوقتي فقمت مخرجها بره كده. ماشي؟ فين الكربون رقم 1؟ مش احنا بنعد من عند الدلتا سيستم؟ فين؟ 1 اهي. وفين الكربون رقم 2؟ وبعد كده جوه الار دي بقيه الايه؟ بقيه الكربونز ايا كان عددهم مش مهم. طيب لو انا جيت رحت جاي على المركب ده اللي هو فاتي اسيد، فاتي اسيد، ورحت جاي شايل منه اكسجينه، خلاص كده شلت منه ايه؟ اكسجين. تعالى اكتب اللي فاضل كده ار سي اتش 2 برضه، السي او اتش دي بقت ايه؟ سي اتش او. ما انا شلت اكسجين صح ولا طيب يبقى الفاتي اسيد ده هو انا ليه مسميه فاتي اسيد؟ اسيد ليه اسيد؟ عشان فيه سي او اتش. طب هنا اقول عليه ايه؟ فاتي برضه، فاتي ايه؟ فاتي ايه ده؟ الدهيد. يبقى انا هقول كده الفاتي اسيد اتحول لحاجه اسمها فاتي برضه، فاتي بس الدهيد. ليه فاتي؟ لانه جاي من فاتي. وليه الدهيد؟ لانه ما بقاش اسيد. خلاص كده؟ طب هو انا كده عملت اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ ريدكشن عشان شلت اكسجين. لو حطيته يبقى اوكسيديشن، لو شلته يبقى ريدكشن. طب كمل كده معايا. لو انا جيت بقى على الفاتي الدهيد ده ورحت جاي مدخل هيدروجينتين، بص المنظر هيبقى عامل ازاي؟ ادي الار وبعدين ادي سي اتش 2 واصلا كان موجود سي اتش او، ده اللي كان موجود. انا بقى احط هيدروجينتين فخليت هيدروجينه هنا مع دي وهيدروجينه هنا، يبقى حطيت هيدروجينه جنب دي جنب اختها ديت بقت سي اتش 2 وحطيت هنا كمان هيدروجين. ماشي كده؟ طيب مين شاطر يسميه الراجل ده؟
هو كان فادي 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 اسد الظهير ايه بقى الكحول. يبقى الراجل ده اسمه فادي الكحول. كلام سهل مفيش حاجه يعني. بس انا بقول لك ان الاسد ممكن يتحول الظهير ممكن يتحول الكحول. ماشي. فين الكربون رقم واحد اهي؟ فين الكربون رقم اثنين اهي؟ طب هنا فين الكربون رقم واحد اهي برضه؟ وفين الكربون رقم اثنين اهي؟ طيب تعالى بقى اخر خطوه نعملها. بص هنعمل ايه؟ هنقوم شايلين هيدروجينتين. طبعا مفيش واحد يستنصح ويشيل الهيدروجينتين اللي احنا لسه حاطينهم عشان مش عبيط يعني ايه فاهم. هنشيل عليه هيدروجينتين بقى. هنشيل هيدروجينه من واحد من الكربون رقم واحد وهنشيل هيدروجينه من الكربون رقم اثنين. يبقى انا بدل اكتب بقى معايا كده بدل ما دي اهي اه زي ما هي بدل ما دي سي اتش 2 هخليها سي اتش بس شلت منها هيدروجين. وبدل ما دي سي اتش 2 هي كمان هخليها سي اتش او اتش. تقول يا دكتور طيب مكان الهيدروجين اللي اتشالت من هنا والهيدروجين اللي اتشالت من هنا مش الكربون محتاج بوند؟ اقول لك اه يبقى دبل بوند. خلاص كده؟ يبقى انا ما عادش هيكون الموضوع شلت هيدروجينه من ده بدل ما دي سي اتش 2 شلت منها واحده بقت عاوزه بوند. وبدل ما دي سي اتش 2 شلت واحده بقت عاوزه بوند. البوند دي هم اصلا ماسكين مع بعض البوند يمسكوا كام واحده يبقى دبل بوند. طيب سؤال الراجل ده فاتي برضه ولا مش فاتي؟ فاتي. فاتي ايه بقى؟ دي ايه؟ سي اتش او اتش دي انا مكتوب عليها اسمها ايه؟ سكندري الكحول جروب. يعني هي كمان اسمها ايه؟ الكحول. يعني الراجل ده لسه اسمه فاتي ايه؟ فاتي الكحول. هو برضه فاتي الكحول. امال ايه الفرق ما بين الفاتي الكحول ده والفاتي الكحول ده؟ ان الفاتي الكحول ده ما بين واحد واثنين في دبل بوند صح كده؟ اقوم كاتبه كده اهو واحد اثنين unsaturated. ما انت اخدت ان الدبل بوند اسمها unsaturated. unsaturated فاتي الكحول. يبقى الفاتي الكحول ده مش فاتي الكحول وخلاص. لا امال ايه؟ ده واحد اثنين واحد اثنين unsaturated وهو فاتي الكحول برضه. ماشي كده؟ طيب في حد عنده مشكله دلوقتي؟ ليه بقى احنا بناخد الشغلانه دي كلها؟ عشان انا عاوزك تاخد الراجل ده اهو تحطه مكان الفاتي اسيد اللي انت شربته. يبقى طلعت حاجه اسمها ايه؟ ها؟ بلازمالوجين. يبقى لما اقول لك في البلازمالوجين انا عملت ايه؟ شلت الفاتي اسيد رقم واحد وخلاص قعدت. لا امال ايه بقى عملت ايه؟ حطيت حاجه اسمها كده واحد اثنين انساتيوريتي. مش هيجي في الامتحان يقول لك هات لي الواحد اثنين ده بيتعمل ازاي؟ بس انا لو كنت خدت دي حطيتها هنا كده كنت انت شديت في شعرك ما فهمتش حاجه. يبقى اللي طالع ده اسمه ايه؟ واحد اثنين unsaturated. unsaturated ايه بقى؟ ها؟ فاتي الكحول. شيل الراجل ده اهو حطه هنا. طب بص انا هشيله اهو واكتب كده R وبعدين CH وبعدين دبل بوند وبعدين CH OH. طبعا انا قلبه كده عشان تطلع ال OH الناحيه دي ناحيه الكحول اهو. ماشي كده؟ يبقى هو الراجل اللي تحت ده هو هو ده. ادي ال R ادي ال R CH ادي CH CHOH ادي CHOH. اسمه ايه ده؟ عشان تاخد عليه اسمه ايه؟ ها؟ واحد اثنين unsaturated فاتي الكحول. طيب مش احنا لما كنا بنوصل الفاتي اسيد هنا كنا بنشيل OH من هنا؟ هنشيل برضه OH عادي. وكنا بنشيل اتش من الكحول؟ هنشيل اتش من الكحول. ونوصل كده. اهو. السؤال المهم بقى البوند دي اسمها ايه؟ ركز كده قول لي ينفع اقول عليها استر بوند ولا لا؟ ليه لا؟ بص كده كربون ماشي حلو اكسجين ماشي كربون جميل لغايه دلوقتي ماشيين صح. بس لما اجي ابص على الكربونه دي الاقيها ماسكه بدبل بوند او ولا مش ماسكه؟ مش ماسكه. هي ماسكه بدبل بوند مع كربونه ثانيه بس ده مش الشرط بتاعي. الشرط بتاعي ان هي لازم تبقى دبل بوند ايه؟ او او بي معاها دبل بوند ايه؟ او. يبقى الراجل ده ما ينفعش اقول عليه استر. عارفين ده اسمه ايه؟ اسمها ايثر بوند. دي الايثرات بقى مش الاسترات. ايثر بوند. ليه بقى ده مهم وبيجيب في الامتحان كل سنه؟ لو بسالك كده ذا اونلي فوسفوليبيد ذا اونلي فوسفوليبيد كونتيننج ايثر بوند. الوحيد في العشرة اللي انت اخدتهم فيه ايثر بوند هو ده اللي هو البلازمالوجين ده. يبقى البلازمالوجين ده فيه ثلاث اسئله مهمين جدا جدا جدا. سؤال رقم واحد بشيل الفاتي اسيد رقم كام؟ اقول له رقم واحد.
واحط مكانه ايه؟ اقول له احط مكانه حاجه اسمها 1-2 unsaturated fatty alcohol. ادي المعلومه الاولانيه. المعلومه الثانيه هقول له هو الفوسفوليبيد ده في بوند اسمها ايه؟ اقول له في بوند اسمها ايثر بوند ومعاه 2 استر كمان، يبقى 2 استر همك وواحده ايثر. يبقى مين الفوسفوليبيد الوحيد اللي فيه ايثر بوند؟ اقول له البلازمولوجي. المعلومه الثالثه والاخيره اقول له ان الراجل العظيم ده هو موجود في حاجه هتاخدوها في البلاد اسمها بليتلتس، بليتلتس الصفائح الدمويه اكتيفيتنج فاكتور. الفاكتور اللي مسؤول عن تحفيز البليتلتس وكده تشتغل وتعمل حاجه اسمها بليتلتس اجريجيشن وكلام زي كده. خدنا البليتلتس اجريجيشن دي مره قبل كده، حاجه بتخلي البليتلتس تلزق في بعضها اسمها ثرومبوكسينز بتاعت الكوزالويد. من ضمن الحاجات اللي بتساعد على البليتلتس اجريجيشن برضه الراجل ده البلازما لوجنز. ليه؟ لانها موجوده في حاجه اسمها بليتلتس اكتيفيتنج فاكتور. يبقى انا البلازما لوجنز تحفظ لي فيها ثلاث اسئله هقولهم تاني. شلت الفاتي اسيد رقم كام؟ 1. حطيت مكانه ايه؟ 1-2 unsaturated fatty alcohol. دي معلومة أولانية. المعلومة التانية مين الفوسفوليبيد الوحيد اللي تعرفه اللي فيه ايثر بوند؟ هو البلازمولوجي. عرفت ليه ايثر بوند. المعلومة التالتة البلازمولوجي ده موجود فين؟ أهم حاجة أقول له موجود في حاجة اسمها بليتلتس اكتيفيتنج فاكتور. في مشكلة كده؟ يبقى احنا كده خلصنا 9. هو في الكولين ولا في الايثانول؟ ايه ده؟ في منه كذا شكل بقى، خلاص كده ممكن ما تلاقيش لا كولين ولا ايثانول. يعني قصدي مش مهم القصة دي، خلاص كده تكتب أي حاجة تطلع صح. أهم حاجة عندي مين؟ اللي فوق. نيجي بقى لاخر واحد اسمه ايه؟ مش عارف صوت. اسمه سفينجو مايلين. عشان يبقى احنا كده خلصنا الفوسفوليبيدز الحمد لله اللي هي اهم حاجه في الليل. بص بقى معايا السفينجو مايلين ده انسان عظيم جدا. ليه بقى؟ اول سؤال هو احنا كل اللي خدناه قبل كده الكحول اللي بتاعه كان فيه قانون كده للفوسفوليبيد قبل كده صح؟ ايه؟ الكحول وفاتي اسيد وفوسفيت صح كده؟ كل اللي خدناهم الكحول اسمه ايه؟ الكحول اسمه ايه؟ جليسرول. اكتب لي التقسيمه دي عندك بقى عشان مش موجوده في الكتاب ولا في المذاكره ولا تنسيها. فوسفو ليبيدز اللي احنا خدناهم خلاص. الفوسفو ليبيدز دول هنقسمهم بقى نوعين كبار قوي. ايه النوعين كبار دول؟ هنيجي على نوع كده ونكتب عليه كده. بص جليسرو فوسفوليبيدز يعني لما اقول لك قول لي يسالك في شكله كده وانت تتلخبط مع انك عارف يقول لك قول لي الجليسرو فوسفوليبيدز بتفرق ايه الجليسرو الجليسرو فوسفوليبيدز دول اللي هما من 1-9 كل اللي خدناهم يعني اي فوسفوليبيد فيه جليسرو دي معنى كلمه جليسرو فوسفوليبيد اي فوسفوليبيد الكحول بتاعه اسمه جليسرو تقول اي واحده من اللي انا قلتهم صح من التسعه اللي احنا خدناهم طب بص النوع الثاني اسمه ايه؟ يقول لك كده طب قول لي اسفنجو مش اسفنجو مايلين بقى بيلخبطك يقول لك قول لي اسفنجو فوسفوليبيد اسفنجو فوسفوليبيد تقول له اسفنجو مايلين ومفيش غيره ليه بقى؟ لان العاشر ده هو الوحيد اللي لما هناخده دلوقتي هقول لك المعادله بتاعته كالاتي بص الكحول اسمه اسفنجوزين ده كحول اول مره ناخده يبقى احنا مش هنقسم الرسمه اللي متعودين عليها اللي هو الجليسرول وزود عليه لا خلاص الجليسرول ده داخل في التسعه اللي فاتوا الراجل ده المعادله بتاعته مختلفه ده كحول جديد خالص اسمه ايه؟ سفنجوزين زائد فادي اسيد عادي خالص زائد فوسفيت جلو ما المعادله ثابته بس اللي غيرته في المعادله هي ايه؟ هي ان الكحول ما بقاش اسمه جليسرول الكحول بقى اسمه ايه ها؟ بقى اسمه اسفنجوزين، يبقى ايه اللي بيميز رقم 10 ده؟ هي دي حاجة الوحيدة اللي بتميزه، ايه اللي بيميزه؟ ان هو نوع تاني من الفوسفوليبيد اسمه كده اسفنجو فوسفوليبيد. فلما اجي اقول لك اسفنجو فوسفوليبيد ما تتخضش بقى، قول لي انت حضرتك تقصد الفوسفوليبيد اللي الكحول بتاعه اسفنجوزين، مفيش غير اسفنجو مايلين. لما اجي اقول لك جليسرو فوسفوليبيد تقصد الفوسفوليبيد اللي الكحول بتاعه اسمه جليسرول، عندي 9 اقول لك اي واحدة فيهم، خلاص كده؟ طيب، يبقى انا لما اجي ارسم بقى دلوقتي الرسمة الأخيرة مش هرسم بقى سي اتش 2 او اتش سي اتش او اتش جلسون ما هرسم حاجه اسمها ايه بقى؟ سفنجوزين نحط عليه ايه؟ فاتي اسيد ونحط عليه فوسفين يلا بقى نرسم الرسمه دي مع بعض عشان يبقى خلصنا ايه الرسومات يبقى السفنجوميلين ده في كحول عامل كده بصوا معايا هنرسمه ازاي؟ اول حاجه مش عايز صوت هنرسم من تحت لفوق هنكتب كده سي اتش 3 ركز عشان الرسمه دي عظيمه جدا شوفها ده سي اتش 3 طبعا لو بحب ارسم حاجه بعد CH3 ارسمها CH2 ها
هنحط ان سي اتش 2 دي 12 واحد 12 سي اتش 2. طيب وبعدين يقول لي انا بحب اقسم حاجه بعد سي اتش 2 تبقى ايه؟ سي اتش، فهنقوم سي اتش ونقوم عاملينها مع دبل بوند سي اتش كمان. ماشي؟ تاني سي اتش 3 وبعد كده ايه؟ سي اتش 2 12 وبعدين سي اتش دبل بوند سي اتش، مفيش اصلا من كده، يبقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش. وبعدين نعمل ايه؟ وبعدين نيجي على سي اتش دي ننوع فيها نحط مره سي اتش معاها او اتش. اتفضل بقى اتفضل. وبعدين نحط سي اتش معاها ان اتش 2 تشكيله كده خلاص. وعشان ما تزهقش بقى نحط في الاخر عشان يبقى كحول سي اتش 2 او اتش. مش هقصه الراجل ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه اسفنجوزين. اسفنجوزين ده كحول بس. اسفنجوزين ده بدل الجلسون. الجلسون كان اهون بس يلا مش مشكله. يبقى تاني ايه هو الاسفنجوزين؟ سي اتش 3 ها؟ سي اتش 2 ما تحطوش على قلبك قوي هتلاقيه سالت سي اتش 3 سي اتش 2 12 سي اتش سي اتش. هات بقى سي اتش معاها او اتش وهات بقى سي اتش معاها ايه؟ ان اتش 2 وبعد كده عشان هو كحول يبقى في الاخر ايه؟ سي اتش 2 اتش. الراجل ده اسمه اسفنجوزين. كمل المعادله اسفنجوزين بلس ايه؟ الفاتي اسيد. المره دي بقى هندخله في مكان غريب قوي، هندخله فين؟ عند ال ان اتش 2. نكتب كده ادي الفاتي اسيد اللي احنا عارفينه ار سي دبل بوند او او اتش. عادي خلص فاتي اسيد ار سي دبل بوند او اتش. كنا احنا المره اللي فاتت بندخله عند سي اتش 2 اتش وسي اتش اتش، لا المره دي هندخله عند ال ان اتش 2. ازاي؟ نفس الكلام، هشيل او اتش من فاتي اسيد ثابت مفيش مشكله وهشيل اتش من ان اتش 2 واقوم موصل كده عادي خالص. يبقى انا حطيت تاني حاجه في المعادله، يبقى انا عندي الكحول اسفنجوزين. طيب بلس ادي يا عم الفاتي اسيد. الفاتي اسيد ده انا حطيته المره دي عند مين بقى؟ ها؟ حطيته عند مين؟ عند ال ان اتش 2. طيب تالت حاجه كنا بنحطها هي ايه؟ الفوسفيت. يلا اكتب الفوسفيت. ادي الفوسفيت فوق اهي بي دبل بوند او وبعدين في كل ناحيه او اتش. ادي او اتش في ناحيه وادي او اتش وادي او اتش. هي دي كده مجموعه الفوسفيت. طيب يلا هنوصل الفوسفيت ازاي؟ كنا بنوصلها زي الفاتي اسيد بالظبط. زي ما شلنا من الفاتي اسيد او اتش هنشيل من الفوسفيت ايه؟ او اتش. وزي ما شلنا من هنا اتش هنشيل من السي اتش 2 اتش ايه؟ اتش. ونوصل كده. يبقى ادي البوند اهي. يبقى انا كده ضفت مين؟ اقول له يبقى انا كده ضفت الفوسفيت. يبقى هاجي هنا اقول ادي الفوسفيت. كده الراجل ده ينفع اقول عليه دلوقتي، ينفع اقول عليه ايه بقى؟ اسفنجو فوسفوليبيد. ينفع اقول ان الراجل ده اسفنجو، يعني الكحول بتاعه اسمه اسفنجوزين وهو فوسفوليبيد، لان في فاتي اسيد وفي ايه؟ ها؟ وفي ايه؟ فوسفيت. خلاص كده؟ طيب بس عشان يبقى اسمه كده بقى يبقى اسمه سفنجو مايلين هزود حاجه كمان. هزود ايه بقى؟ تعالى بقى هنا كده واكتب لي اللي انا هكتبه ده سي اتش 2 او اتش. وبعدين سي اتش 2 ان مش عاوز صوت 3 سي اتش 3. ده كلام قديم عليك مش جديد. مين دي؟ مجموعه الكولين اللي انا كنت مدخلها في اللسه. مجموعه الكولين خلاص كده؟ هاجي بقى مجموعه الكولين دي زي ما كنت في اللسه بوصلها بالفوسفيت هوصلها هنا بالفوسفيت برضه. يعني الحته دي شبه الحته اللي كانت في اللسه بالظبط. فهم عامل ايه؟ هقوم شايل او اتش بالفوسفيت زي ما كنا بنعمل بالظبط. وهاجي على كلمه السر بتاعتنا اللي هي سي اتش 2 او اتش اللي موجوده فيهم كلهم دي وهشيل منها الاتش. وهقوم موصل كده. لو انا وصلت المنظر ده كده انا كونت مركب اسمه ايه؟ اسفنجو مايلين. كده بقى اسفنجو مايلين باينين بقى. يبقى لما اقول لك الاسفنجو مايلين ده عباره عن ايه؟ تقول لي اسفنجو فوسفوليبيد المعادله الجنرال اهي. بس المجموعه الزياده اسمها ايه؟ اسمها كولين. يبقى لما اقول لك الاسفنجو مايلين ده لو كسرته يطلع منه كام حاجه؟ تقول يطلع منه اربع حاجات. واحد اسفنجوزين. اثنين فاتي اسيد. ثلاثه فوسفيت جرو. اربعه الايه؟ ها؟ الكولين جرو. طيب ولو سالتك قلت لك تعرف كام حاجه في الفوسفوليبيدز كلها فيها كولين؟ بس عاوز ناس بتفهم. ثلاثه صح. مين هم؟ لسن وما ينقص.
لايزوريس ومعاهم مين كمان؟ ها؟ ومعاهم الاسفنجومايلين. يبقى مين كام حاجة فيها كولين؟ أقولوا فيه ثلاث حاجات. الليستر واللايزو ليستر والاسفنجومايلين. دول اللي فيهم كولين. طب مين أهم اتنين فيهم؟ اللي موجودين في جسمنا وبنشتغل بيهم؟ ها؟ اللايزو ده، اللايزو ده يموت لما بيحصل. مين؟ الليستر والايه؟ والاسفنجومايلين. خلاص كده؟ دول اهم اتنين. عشان كده احنا عندنا اختبار نسبة مهمة جدا بنعملها للاطفال، سئل عليها في الامتحان، اسمها ايه بقى؟ اسمها ال اس ريشيو. ركز في الكلام ده عشان مهم، اكتبه عندك عشان مش مكتوب. ال اس ريشيو. عارف ايه ال اس دي؟ الاتنين المهمين اللي فيهم كولين، ليستر اسفنجومايلين. ليستر واسفنجومايلين. بنحسب نسبة الليسن على نسبة الاسفنجومايلين. بنحسب نسبة الليسن على نسبة الاسفنجومايلين. فين؟ بنحسبهم في الدم ولا في اليورين؟ لا، بنحسبهم في الامنيوتك، امنيوتك فلويد في الاطفال. ليه؟ ايه رأيك لو انا النسبة دي، النسبة ده اهي، سحبت من الامنيوتك فلويد بتاع الطفل وهو لسه في اليوترس، وهو لسه في اليوترس، دخلت ابره كده طويله كده تحت السولار، ورحت جاي ساحب الامنيوتك فلويد عينه، ورحت جاي محلل فيها نسبه الليسن على نسبه الاسفنجومايلين، ولقيت الليسن في الامنيوتك فلويد قليل، يعني لقيت النسبه دي قليله، تفرح ولا تزعل؟ تزعل ليه؟ صح. هو احنا المره اللي فاتت قلنا الليسن ده مهم جدا فين؟ في الاسبيراتوري ديستريس سندروم. في اوروبا والدول المتقدمه ما بيستنوش لغايه ما العيل يتولد ويتخنق ويحتاج جهاز تنفس صناعي وبعدين يلطموا على وشهم ويقولوا ايه ده عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. لا، اللي شاكين ان هو يكون عنده القصه دي قبل ما بيتولد بيدخلوا ابره طويله كده في بطن الام وهو والولد لسه جوه وحواليه الامنيوتك فلويد ومسحبين عينه لسه بعدين نعملها في مصر وناخد عينه الامنيوتك فلويد ونقوم عاملين النسبه ده اسمها هي الحاجتين اللي فيهم مايلين اللي فيهم كولين نقسمهم على بعض نشوف الليسن على سنجو مايلين مين اللي يخصني مين اللي انا عاوزه الليسن فعاوز النسبة دي عالية لأنها لو عالية في الأمنيوتك فلويد لو الليسن ده موجود في الأمنيوتك فلويد يبقى هيبقى موجود عند الطفل لأن الأمنيوتك فلويد ده جاي من الطفل ولو ناقصة في الأمنيوتك فلويد هتبقى ناقصة عند الطفل أعرف إن هو ممكن يخش في سبيراتوري ديستريس سندروم يبقى يقول لي النسبة دي بشخص بيها بعمل بيها دايجنوزيس اكتب الكلام ده واتسأل في الامتحان قبل كده وهو لا في الكتاب ولا في المذكرة دايجنوزيس أوف الديزيز اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت ريسبيراتوري ديستريس سندروم دايجنوزيس يعني تشخيص بشخص بيه سندروم المفروض ان النسبه دي تبقى كام؟ المفروض ان النسبه دي تبقى اعلى من 2 يعني يبقى الليسن ضعف الاسفنجومايلين دي النسبه الطبيعيه لو قل عن كده لو النسبه دي قلت عن 2 معناها ان الطفل ده ممكن يخش في ايه؟ ممكن يخش في ريسبيراتوري ديستريس سندروم خلاص كده؟ يبقى انا اما اجي اقول لك الاسفنجومايلين كل اللي عاوزك تعرفه فيه ان انا بستخدمه في النسبه اللي اسمها ال اس ريشيو اللي انا بشخص بيها اسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هو الليسن ده لازم يبقى اعلى من الاسفنجومايلين بالضعف على الاقل اللي هو يبقى ايه 2 وتبقى الاسئله بتاعته انت عارفها كويس جدا في مشكله في الكلام دوت؟ ايه؟ انا بحسب نسبه المواد اللي فيها كولين لان خلاص ادام انا دلوقتي صنعت الكولين ده ناقص الليسن ده بينقص امتى؟ لو مفيش عندي كولين فبيقفلت على كام حاجه؟ على الاثنين بحسب النسبه بينهم لو الليسن اعلى من الاسفنجومايلين اطمن لو قليلين يبقى فيها مشكله. طيب كده احنا خلصنا حاجه اسمها فوسفو ليفلز الحمد لله. بصوا معايا ايه اللي هناخده بعد كده؟ اول حاجه الفوسفو ليفلز دي عاوزين نعرف حاجه عن السوليبيليتي بتاعتها. ركز معايا كده. ده كلام هيستولوجي. هو الفوسفوليبيدز ديت خدتوها في الاستورج كده صح؟ اول ما دخلتوا الكليه عملوا لكم كده صح؟ وقعدتوا بقى طول النهار طول الليل تقسموا البتاع ده وقال لك دي فوسفوليبيد صح؟ وقال لك الفوسفوليبيد دي عباره عن ايه؟ مش عاوز صوت الفوسفوليبيد دي عباره عن بولر هيد بولر هيد وبعد كده الاثنين دول حاجه اسمها نان بولر تيلز صح؟ دي نسبة ايه في الهيستولوجي؟ فوسفوليب دي نسبة فوسفوليب
وانت خدت الفوسفوليبيد في الباي ولا خدتها؟ يبقى صعب قوي تقاش دكتور في طب لو ما وافقتش الرسمتين على بعض، مش انت عندك الرسمه اللي بالكيمياء وعندك الرسمه اللي بالايه اللي بالهيستولوجي. عاوزين نعرف بقى ايه دي علاقتها بالرسمه بتاعتنا اللي هي ده اللي هي سي اتش جول او رسمنا الليستنج كده اللي هو اهم حاجه سي دبل بوند اي 1 سي اتش او سي دبل بوند اي 2 وبعد كده سي اتش 2 او بي دبل بوند او اتش او وبعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 ان 3 سي اتش 3 هو الليستنج اهم واحد. بص معايا البولر هيد دي مش عارف صوت البولر هيد دي البولر هيد دي تشمل الجزء ده. تيجي على الجزء ده كده وتكتب عليه ده اهو ده في الرسمه بتاعتي هنا اسمها بولر هيد. اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه؟ اقول له اللي هو الفوسفيت الفوسفيت بالجروب سواء كانت الجروب دي كولين او ايثانولامين اللي هم اشهر اثنين. السؤال ليه؟ بص معايا الفوسفيت دي فيها مجموعه او اتش فيها او اتش فاضي ولا مش فاضي؟ فيها او اتش صح كده؟ الاو اتش دي في البودي ممكن تتأين الاتش دي تمشي ويبقى ده نيجاتيف بالتشارج كده. خلي شو احنا نيجاتيف يبقى دي اول حاجه. طيب والكولين دي اوريدي موجود عليها ايرون ولا لا؟ موجود عليها بوزيتيف تشارج صح؟ طب لو كانت الكولين دي ايثانولامين لو كانت ان اتش 2 هنعرف ان الان اتش 2 جوه جسمنا ممكن تبقى ان اتش 3 بوزيتيف بقى يعني ان اتش 2 دي اكسبت هيدروجينه زياده وتبقى بوزيتيف تشارج. القصه في ايه؟ ان المنطقه ده هي اللي هتلاقي فيها تشارجز سواء بوزيتيف نيجاتيف المهم ان هي تشارجد والتشارجد ارياز دي تساوي كلمه بولر لانها بتتأين زي الميه زي الميه فيها نيجاتيف وبوزيتيف هم كمان فيهم نيجاتيف وبوزيتيف يبقى يحبوا الميه ويتعاملوا معاها. يبقى اي مكان في الجسم اي حاجه في الجسم تلاقيها تشارجد تكتب عليها بولر لان الميه كمان تشارجد وبالتالي يسهل التعامل مع بعض. فين هنا الجزء اللي تشارجد؟ اقول له الفوسفيت والايه؟ والجروب اللي معاه. طيب تعالى بص بقى على بقيه المنظر ده كده. هل المنظر طلع لي فيه منه حاجه ممكن تتأين؟ في حاجه؟ مفيش. طيب امال اللي احنا عملناه على شكل تيلز بص معايا كده هو لو ده الفاتي اسيد ده اهو بالميتك اسيد عشان لو تيك رقم واحد بيبقى ساتيوريتد. طب لو قلنا اهم اثنين ساتيوريتد البالميتك والايه؟ والتاني. طب لو انا قلت لك اكتبوا لي بقى ما تكتبيش اه كده هتعمل ايه؟ تكتب يا سيدي اه البوند وتعمل ايه؟ سي اتش 2 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 صح كده؟ 16 لغايه ما توصل هنا ولا انا غلطان؟ صح؟ يعني رقم واحد ده حته صغيره كده ولا سلسله طويله قوي كده؟ سلسله طويله. طب لو جيت قلت لك ارسم لي رقم اثنين اللي هو كمان هيبقى 18 صح كده؟ هتيجي بس في دبل بوز تقعد ترسم كامبوز كامبوز كتير قوي كده لغايه ما توصل لايه؟ لسي اتش 3. يبقى ايه اهم مكون في الجزء ده؟ خيطين طوال قوي كده اسمهم فاتي اسيد. عشان كده لما جينا سموهم هنا قال لك تيلز. التيلز دي هي مين؟ اللي هو الفاتي اسيد ده والفاتي اسيد ده. فاتي اسيد رقم واحد وفاتي اسيد رقم اثنين. والثلاثه اربعه كربونز دول بقى مش باينين في الرسمه، مش مهمين يعني، خلاص كده؟ يبقى انا الاساس عندي بولر هيد اللي هو الفوسفيت والجزء الايه؟ الايونايزد معاه اللي هو الجروب. وبعد كده الجزء النون بولر ده بقيه الجلسور ثلاثه كربونز مش مهم، بس اهم حاجه بقى قصاد الثلاثه كربونز دول ايه؟ 16 ل 18 كربون ماشيين كده وزيهم كمان واحده كده، تيلز، تو تيلز كده طوال قوي كده، اللي هم مين؟ اللي هم الفاتي اسيد. عشان كده لما رسمنا الفوسفوليبيد في الهيستولوجي رسمناه كده رسمنا بولر هيد ورسمنا ايه ورسمنا نون بولر. السؤال بقى الراجل ده يدوب في الميه ولا ما يدوبش؟ يدوب لان الجزء بتاعه ده يقدر يتعامل مع الميه. طب يحب الليبيد ويتعامل معاها ولا لا؟ لان الجزء ده بيتعامل مع الليبيد. يبقى الراجل ده بوشين يقدر يتعامل مع الميه ويقدر يتعامل مع الايه؟ مع الزيت. اي ليبيد بوشين يعني فيه بولر ونون بولر هنسميه كده امفي باثيك ليبيد. احفظ الكلمه دي زي اسم امفي باثيك ليبيد. يبقى احنا النهارده لما اجي اسالك اقول لك ايه اول امفي باثيك يعني متردد او بوجهين خلاص كده او بيتعامل بطريقتين مختلفتين عن بعض. يبقى ده معنى كلمه امفي باثيك امفي باثيك ليبيد. يبقى لما اقول لك مين اول امفي باثيك ليبيد انت اخدته تقول لي اول واحد يا دكتور الفوسفوليبيد سوليبل ان ووتر سوليبل ان فات. وليه هو كده؟ لان في جزء منه بولر وفي جزء منه نون بولر. هناخد حاجه ثانيه هناخد حاجه ثانيه هنحطها تحت الانفيباتيك ليبيد بس النهارده رقم واحد فوسفو ليبيدز. ماشي يا شباب؟ يبقى موضوع السوليبيليتي دوت في الليبيد مهم
تبقى عارف الفوسفوليبيدز وايه تطبيقها على الهيستولوجي عشان مش بتسم وخلاص. طيب المعلومه الثانيه اللي عاوز اعرفها هنا اكولين تيست، فاكرينه؟ فاكرين اكولين تيست ده كان بيكشف عن ايه؟ على الجلسرول. لو انا اديتك 10 فوسفوليبيد احنا خدناهم اديتهم لك كلهم كده وقلت لك اعمل لي عليهم الاكولين تيست هيحصل ايه؟ 9 هيطلعوا بوزيتيف اللي احنا خدناهم تحت عنوان جلسو فوسفوليبيد فيهم جلسو، وواحد بس هو اللي هيطلع نيجاتيف اللي هو مين؟ سينو ماين. يبقى لما اقول لك الاكولين تيست ده بوزيتيف في مين؟ تقول لي في من 1 ل 9 لان من 1 ل 9 جواهم جلسو، فلما اعمل الاكولين تيست واغلي الليبت دوت الجلسول هيتحول لاكولين. واحد بس اللي هيطلع ايه؟ واحد بس اللي هيطلع نيجاتيف اللي هو رقم 10 اللي هو اسمه ايه بقى؟ السفنجوبالين، لان اصلا ما فيهوش الجلسول. يبقى ده بالنسبه للايه؟ للاكولين تيست. طيب اخر حاجه عاوزينها بقى في الفوسفوليبيدز الانزيمز اللي اسمها ايه؟ فوسفو لايبيزس. عايز هناخد الكلام ده كله في البروتين بقى ان شاء الله. الايونيزيشن بتاع الان دي هناخدها في البروتين. تعرف دلوقتي ممكن تاكسبت هيدروجينه وتبقى ان اتش بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ هقول لك البروتين. لا ما قلتش ساتوريتد، انا قلت ساتوريتد والثاني اون ساتوريتد. نيجي لاخر حاجه اسمها فوسفو لايبيزس. مش عارف الصوت. فوسفو لايبيزس. يبقى اخر حاجه في الفوسفوليبيد المهمه دي فوسفو لايبيز. طيب ايه الفوسفو لايبيزس؟ الرسمه اللي انا هرسمها دي وهنكتب عليها الانزيمز كلها. ادي سي اتش 2 او سي دبل بوند ار 1 سي اتش او سي دبل بوند ار 2 سي اتش 2 او بي دبل بوند هنا او اتش او سي اتش 2 اي جروب بقى احنا اخدناه سواء بقى كان ميثانول امين او كولين جلسرول انسكول اي حاجه ماشي كده. طيب عندنا شويه انزيمز بتهضم البولز دي وتكسرها. تعال ناخد اول واحد فيهم. في انزيم هيكسر هنا ويرجع للدي او اتش بتاعتها ويرجع للدي او اتش بتاعتها. سهل كده؟ يبقى هيشيل الفاتي اسيد رقم كام؟ هسميه A1 فوسفولايبيز A1. طيب وفي انزيم هيجي يكسر هنا ويرجع للدي او اتش بتاعتها ويرجع للدي او اتش بتاعتها. هسميه ايه؟ فوسفولايبيز A2. A2 ده مهم جدا، اخدناه وعرفنا فايدته. بيبقى موجود في السنيك فيروم ولو اشتغل يحول الفوسفوليبيد لحاجه اسمها لايزوفوسفوليبيد وده في الار بي سيز يؤدي الى هيموليسيز ويموت، ماشي كده؟ طيب. في انزيم بقى عظيم قوي يعمل ايه؟ لو جه اشتغل يقوم شايل الفاتي اسيد الاولاني والتاني مع بعض، يعني يكسر هنا ويكسر هنا، يشتغل شغله الاثنين، هسميه بي. فوسفولايبيز بي. يبقى بي ده يشيل اولاني والتاني. يبقى تاني. A1 يشيل فاتي اسيد رقم 1. A2 يشيل فاتي اسيد رقم 2. B يشيل الاثنين. طب سي احنا خدناه، كان بيعمل ايه؟ كان بيكسر قبل الفوسفين بأمارة ان هو طلع داي اسايل جليسرول وخد الفوسفين ده ودي كانت انوسيتون مع الاثنين التانيين وطلع انوسيتون داي فوسفين. يبقى السي بيكسر قبل الفوسفين. ادي السي. بيكسر قبل الفوسفين فبيطلع داي اسايل جليسرول وبعد كده الفوسفين بالمجموعه مع بعض وده احنا اخدناه اللي بيشتغل مع الهرمونز صح كده؟ طيب فاضل واحد اسمه ايه؟ دي. دي بقى ده بيكسر فين؟ بعد الفوسفين. دي. طب مين شاطر يقول لي لو كسرت بعد الفوسفين هطلع ايه؟ ده يبقى اسمه فوسفاتيديك اسيد صح؟ وبعد كده المجموعه تطلع لوحدها كولين ايثانولامين انوسيتول كل واحده تطلع لوحدها بس اكتب له بقى ان الراجل ده اونلي ان البلانتس ده مش موجود عندنا يبقى احنا عندنا موجود لغايه السي بس عندنا اي 1 واي 2 وبي وسي بس الدي ده موجود في البلانت مش موجود عندنا يبقى لما اقول لك الفوسفولايبيزس كام واحد تقول لي 5 اي 1 بيشيل فاتي اسيد رقم 1 اي 2 بيشيل فاتي اسيد رقم 2 بي بيشيلهم الاثنين سي بيكسر قبل الفوسفيت دي بيكسر بعد الفوسفين. ايه اللي يخصنا لو هيسالك في الامتحان عليه بالاسم A2 وC. خلاص كده؟ هيقول لك A2 ده فين؟ تقول له في السنيك بيرون وبيعمل كذا 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 كذا.
السي ده فين؟ تقول لي موجود بيشتغل مع الهرمونز وكامل اللي خدناه في الفوسفات دايت ايه؟ الموسيقى. يبقى احنا كده خلصنا الفوسفوليبيدز قول الحمد لله. نيجي بقى لحاجه سهله كده اسمها ايه؟ جلايكوليبيدز. نيجي الحاجه بقى اخر حاجه في الكومباوند اسمها جلايكوليبيدز. جلايكوليبيدز الجلايكوليبيدز دي سهله جدا مفيش حاجه خالص، هي شكلها خضر بس زي البايكول شكلها خضر. جلايكوليبيدز بص كده ايه القانون؟ اول حاجه عشان يبقى ليبيد الكحول مش عاوز صوت وفاتي اسيد زائد. المره اللي فاتت كنا بنقول زائد ايه؟ فوسفين. المره دي شغل دماغك بقى هنقول زائد ايه؟ كربوهيدرات جوه. يبقى انا القانون عندي الكحول وفاتي اسيد وكربوهيدرات جوه. طيب المعلومه الثانيه ربنا سهلها علينا الحمد لله، وايه اللي حصل؟ قال لك الكحول ده كان في الفوسفوليبيد ثابت ولا بيتغير؟ 9 كان جليسرول، 1 كان اسمه سفنجوزين. هنا بقى في كل الجلايكوليبيدز الكحول بتاعهم هو سفنجوزين. ما تتخضش اصل مش عليك رسومات ما تقلقش. خلاص كده؟ اه. يبقى الكحول واحد ثابت فيهم كلهم. كلهم الكحول بتاعهم اسمه ايه؟ ها؟ اسمه سفنجوزين. طب هو السفنجوزين لما بيتحد معاه فاتي اسيد واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ زي الجلسول كده واحد بس، لان احنا حطيناه عند ال ان اتش ايه 2 زودنا فاتي اسيد ولا اكثر من فاتي اسيد واحد، يبقى زائد واحد فاتي اسيد بس. عكس الفوسفوليبيدز، الفوسفوليبيدز كان بيبقى فيها اثنين ما عدا بقى الاثنين الاخرى اللي هم اللايزو والسفينجو دول خلاص ماشي، بس ده بيبقى فيه ايه؟ واحد بس، كلهم السفينجوزين مرتبط بواحد فاتي اسيد. فيقوم ساعات بقى يسالك في الامتحان يقول لك طب هو مين الفاتي اسيد اللي بيمسك مع الجلايكوليبيدز عموما؟ زي ما انت قلت ان الكحول اسمه سفنجوزين، قول لي بقى الفاتي اسيد ده اسمه ايه؟ اقول له الفاتي اسيد ده اسمه لجنوسيريك. فاتي اسيد فاكينه؟ لجنوسيريك اللي هو كام؟ سي 24 ومعاه واحد كمان اسمه ايه؟ سيريبرونيك، لانه موجود في البرين كتير قوي، سيريبرونيك اسيد. يبقى تحفظ اسم الاثنين دول. يبقى لما اقول لك الكحول لما اقول لك الكحول اسمه ايه في كل الجلايكوليبيدز اللي هناخدها تقول لي اسمه سفنجوزين. طب الفاتي اسيد اسمه ايه؟ تقول لي اسمه لجنوسيريك اسيد او سيربرونيك اسيد او واحد من دول، لان هو فاتي اسيد واحد. طيب الاثنين سي 24 ايه اللي بيختلف؟ ان ده بيبقى فيه دبل بونز، ده ساتيوريتد ده فيه دبل بونز. ايه هي؟ وبتعرف كمان ماتش لعب. يبقى لجنوسيريك وسيربرونيك الاثنين 24 ايه؟ 24 كربون. في مشكله دلوقتي؟ طيب زائد ها زائد ايه بقى؟ زائد كربوهيدرات جروب. طب هي ايه بقى الكربوهيدرات جروب؟ دي الحاجه الوحيده اللي بتختلف بقى. الكربوهيدرات جروب دي يا رب نسكت. الكربوهيدرات جروب دي هي الوحيده اللي بتختلف. وعلى اختلافها هنقسم الجلايكوليبيدز، نقول تاني. يبقى الجلايكوليبيدز اي واحده من اللي انا هقوله لما اسالك اسئله فيه اجابات ثابته. الكحول اسمه؟ الفاتي اسيد كام واحد؟ واحد بس. واحد من اثنين اللي هو مين؟ ها؟ لجنوسيريك اسيد او سيبوريك اسيد. يبقى انت فاضل تحفظ ايه؟ ايه المجموعه بتاعت الكربوهيدرات؟ زي ما كنا بنحفظ في الفوسفوليبيد كده، هي كولين ولا ايثانول امين ولا ولا ولا. يطلع بقى في الاخر ان الجلايكوليبيدز دول اربع انواع. والرسمه العظيمه دي هترسمها معايا. هنرسم رسمة خزعبلية كده، هترسم الرسمة دي معايا. مش عاوز صوت. مش عاوز صوت. بص بقى معايا كده. لو انا جيت هنا عملت كده محدش يكتب حاجة. سي اتش 3 سي اتش 2 12 بفكرك بحبيبك بس. سي اتش دبل بوند سي اتش مرة سي اتش او اتش ومرة سي اتش ان اتش 2 وبعد كده سي اتش 2 او اتش. مين العظيم ده؟ السفنجوزين. طيب هاجي على السفنجوزين ده وهاجي هنا اشيل اتش من هنا وهشيل او اتش من الفاتي اسيد واقوم حاطط سي دبل بوند او ار. الفاتي اسيد ده اسمه ايه او ايه؟ لجنوسيريك او سيربرون. كده الاثنين دول مع بعض ينفع اقول عليهم جلايكوليبيد؟ ينفع اقول عليهم جلايكوليبيد؟ لا. طب فاضل لهم ايه؟ حلو قوي.
الاثنين دول بقى كده لهم اسم مهم جدا، اسمهم سيرامايد لوحدهم دول كده اسمهم ايه؟ سيرامايد. يبقى لما اقول لك ايه هو السيرامايد تقول لي الاسفنجوزين مع فاتي اسيد، يبقى الاسفنجوزين مع فاتي اسيد دول بس كده اسمهم سيرامايد. يعني السيرامايد ده بيخش في تكوين الفوسفوليبيد. لو حطيت هنا فوسفيت وهنا كولين بقى اسمه سفنجوميلين، صح كده؟ طب السيرامايد ده بيخش في تكوين الجلايكوليبيد. لو حطيت هنا ايه بقى؟ كربوهيدرات. بص معايا، يبقى الراجل ده اسمه ايه؟ سيرامايد. اول نوع من الجلايكوليبيدز هاجي هنا عند ده كده واقوم اضيف جلوكوز او جالاكتوز، بس هاجي عند CH2OH دي واقوم لازق فيها المجموعه اللي انا بتكلم عليها بقى اللي هي الكربوهيدرات جروب، هقوم حاطط جلوكوز واحده بس او جالاكتوز واحده بس. ده يطلع اول نوع منين؟ ها، يطلع اول نوع من الجلايكوليبيد. طيب ايه بقى الرسمه اللي احنا هنرسمها ونحفظها زي اسمنا؟ انا بقى هقوم لاقي السيرامايد ده خالص كده، الرسمه دي الرخمه دي من ضايقاك، وهقوم ارسم كده اهو، هعمل كده واقول لك انت شايف ده؟ ده اللي انت كنت شايفه، اسمه سيرامايد، اسم تمام بس كده بالظبط. ده اللي عاوزك ترسمه بقى. تقول لي السيرامايد ده اهو مسك في جلوكوز او جلاكتوز. ده كده بقى اول جلايكوليبيد، اسمه ايه؟ هقول له اسمه رقم واحد سيربروسايد. تحفظ الاسامي دي زي اسمك، هي رخمه بس هتحفظها. اول نوع من الجلايكوليبيد اسمه سيربروسايد. مين شاطر يقول لي السيربروسايدز اللي هي دي رسمتها نوع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ اثنين صح؟ سيربروسايد نابو جلوكوز والسيربروسايد نابو جلاكتوز. يبقى انا عندي السيربروسايدز دي نوعين. نوعين؟ لو انا حاطط جلوكوز او لو انا حاطط ايه؟ او لو انا حاطط جلاكتوز. فبنسميهم كده، بص الاسم الاولاني نقول عليه كده. جلوكوسايل، جلوكوسايل يعني في جلوكوز. هو الجلوكوز ماسك في ايه؟ ماسك في ايه؟ الجلوكوز ماسك في ايه؟ سيرامايد. فاقول كده جلوكوسايل سيرامايد، ده النوع الاولاني. والنوع الثاني بقى اسمه ايه؟ جالاكتوسايل. جالاكتوسايل سيرامايد، يعني الجالاكتوز هو اللي ماسك في السيرامايد. يبقى لما اقول لك السيربروسايدز اللي هي اول نوع عباره عن ايه؟ تقول لي عباره عن جلوكوسايل سيرامايد او جالاكتوسايل سيرامايد. طب يفرقوا يا دكتور؟ بيجي سؤال في الام سي كيو مهم جدا، ايه بقى؟ الجلاكتو ده اللي فيه جلاكتوز بيبقى موجود في البرين والنيرفس تيشو، مهم جدا. بيبقى موجود في البرين والنيرفس تيشو. اللي فيه جلاكتوز. اللي فيه جلوكوز يبقى موجود بره دول. اكسترا نيورال تيشو. بره النيرفس سيستم. اكسترا نيورال يعني بره، تكتب كده. بره النيرفس سيستم، اكسترا نيورال، بره. ما هو الاكسترا هيباتيك يبقى بره الليفر، اكسترا نيول يبقى بره الايه؟ النيرفس سيستم. يبقى مين اللي فيهم بيبقى موجود جوه النيرفس سيستم؟ برين وسباينال كولد ونيرفس وكلام كده، اللي فيه جلاكتوز. اللي فيه جلوكوز موجود بره، خلاص مش عاوز اعرف حاجه تاني. اعرف ان السيربروسايد عباره عن سيرامايد مع جلوكوز او جلاكتوز، يبقى هما نوعين. طيب بص الرسمه رقم اثنين. ده راجل حبيبنا كده واحنا عارفينه، اسمه ايه؟ سيرامايد. هاجي على السيرامايد ده واقوم ماسك فيه عند سي اتش 2 اتش جالاكتوز باي نيم، مش جلوكوز او جالاكتوز، لا جالاكتوز. طب يعني وهاجي عند سي 3 كربون رقم 3 في الجالاكتوز اللي انا ممسكه ده واحط فيه كبريت سلفر. حلو؟ يبقى انا جبت اللي انا رسمه ده بس جبت بتاع الجالاكتوز، هي نفس الرسم بس جيت على الكربون رقم 3 في الجالاكتوز وحطيت كبريت، اقوم مسميه رقم 2. اقول النوع الثاني من الجلايكوليبيد اسمه كده سلفوليبيدز، ليبيد او كبريت. سلفوليبيد. يبقى ايه هو النوع الثاني؟ ايه النوع الثاني من الجلايكوليبيدز؟ بص كده سيرامايد زي ده، ماشي. وبعد كده هنا كنت بقول جلوكوز او جلاكتوز، هنا هحدد اقول الجلاكتوز، ماشي. واجي عند الكربون رقم 3 في الجلاكتوز واضيف كبريت واسمي الراجل ده سلفوليبيد، واقول السلفوليبيد ده مهم في ايه؟ اكتب تحت هنا في المايلين شيس، ده اهم ليبيد موجود في المايلين شيس.
اللي موجود في المايليتد نيرفز، وانتوا خدتوا النيرف والمصل سبع ترانسميشن وجاب حاجه كده. يبقى انا لما اجي اقول على السلفو ليميت، لما اجي اقول مين السلفو ليميت تاني نوع، مين اقول له تاني نوع عباره عن سيراميد مع جالاكتوز، وعند الكربون رقم 3 في ايه؟ اقول له في كابين. طيب تعالى على النوع الثاني، بص يا رسمه اهي سهله جدا، ادي سيراميد يا ابن اسكت. وبعدين هاجي هنا بقى مش هضيف جلوكوز او جالاكتوز، امال هضيف ايه؟ هضيف سلسله فيها اكتر من حاجه، اكتر من ثلاثه، ثلاثه فيما فوق. يعني هاجي اقول مثلا جالاكتوز وبعد كده جلوكوز وبعد كده جالاكتوز. المهم ده مش هضيف واحد بس، هنا كنت بضيف واحد، هنا كنت بضيف واحد، هنا هضيف من ثلاثه لتسعه. الرقم ده بيفكرك بكلمه في الكربوهيدرات اسمها ايه؟ اوليجوساكرايد. يبقى انا هنا هضيف اوليجوساكرايد، مش هضيف جلوكوز او مونو زي دول، لا هضيف ايه بقى؟ هضيف اوليجو ساكرايد. طب ايه الاوليجو ساكرايد اللي هضيفه؟ احفظه؟ لا ما تحفظوش، هو هضيف اوليجو بس. يبقى انا ممكن بقى السيراميد ما يبقاش ماسك فيه واحده بس، لا يبقى ماسك فيه من ثلاثه لتسعه. ده النوع الثالث. اسميه ايه بقى النوع الثالث ده؟ جلوبو سايد. يبقى لما اقول لك الجلوبو سايد ده ايه؟ تقول لي ده نوع من الجلايكوليبيد عباره عن سيراميد مع اوليجوساكرايد تشين، سلسله من الاوليجوساكرايد من ثلاثه لتسعه. امال السيلبوسايد ده ايه؟ تقول لي ده سيراميد مع جلوكوز او جلاكتوز بس على حسب مكانه. امال السلفوليبيد ده ايه؟ تقول لي ده سيراميد مع جلاكتوز عند الكربون رقم 3 في كابيل، يبقى موجود في الميه الشيكس. طيب نيجي على اخر واحد رقم 4، بص كده ادي السيراميد اهو. طيب وهضيف ايه؟ وهضيف اوليجو ساكرايد برضو. يبقى هضيف هنا برضو من 3 ل 9 اوليجو ساكرايد تشين. بس شرط بقى في الاوليجو ساكرايد تشين دي حاجه ايه؟ يقول لي لازم يبقى فيها على الاقل واحد من الاوليجو ساكرايد تشين دي اسمه سياليك اسيد. مصمص شفايفك وقول لي انت سمعت الكلام ده قبل كده. ايوه. مش حد مصر شغال؟ بقول على طول من غير ما اتمصر. سيلك اسيد ده زي مين؟ ده في واحده مشهوره جدا اسمها ايه؟ نانا. ان اسيتايل نيوراميك اسيد. فبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الاوليجوساكرايد ده، الاوليجوساكرايد تشين ده لازم يكون فيه واحده على الاقل من السيلك اسيد دول زي ان اسيتايل نيوراميك اسيد. لو لقيت فيه سيلك اسيد، لو لقيت فيه سيلك اسيد سميه ايه؟ النوع الرابع ده سميه كده جن جليوسايد. يبقى مين شاطر يقول لي ايه الفرق ما بين الجلوبوسايد والجانجليوسايد؟ الجلوبوسايد قعدت ادور في التسعه اللي انا حاططهم ما لقيتش سيلك اسيد، مفيش، هو اوليجوساكرايد بس، جلوكوز جالاكتوز بالنوز بتاع كده. لو لقيت واحده سيلك اسيد او اكتر من واحده يبقى اتنقلت من الجلوبو بقى اسمها ايه؟ ها؟ بقى اسمها جانجل. يبقى لازم عشان اقول جانجليوسايد الاقي اتليست واحده سيالك اسيد زي الان اسيتاميك اسيد. يبقى انا لو جيت قلت لك جلايكوليبيدز نلخصهم في كلمتين بقى، الكحول اللي فيهم كله اسمه، والفاتي اسيد اسمه ليجنوسيليك او سيربول، والاثنين مع بعض اسمهم سيراميد. نيجي بقى على السيراميد ده نحطه هنا، لو معاه جلوكوز او جلاكتوز يبقى اسمه ايه؟ سيربوسايد. يبقى انا عندي كام نوع من السيربوسايد؟ حاجه اسمها جلوكوسايد سيراميد او جلاكتوسايد ايه؟ سيراميد. مين اللي موجود في النيرفس سيستم؟ جلاكتوس. نيجي تاني، طب لو السيراميد ده معاه جلاكتوز والثلاثه فيها كبريت بس مصالفه ليبل اللي هو موجود فين؟ طب لو السيراميد ده معاه اوليجوساكرايد تشين بس يبقى اسمه جلوكوسايد. طب لو انت بتدور في الاوليجوساكرايد تشين لقيت سيالك اسيد يبقى اسمه جانجلوسايد.